معنا مشاهدينا الكرام لمناقشة آخر التطورات في اليمن من اسطنبول كاتب والمحلل السياسي اليمني ياسين التميمي. مرحبا بك يا أستاذ ياسين معنا. حياكم الله، كل عام وأنتم بألف خير. وأنت بألف خير، حياك الله. إذا مع الهدوء النسبي في عدن وتكرار دعوات الحوار، هل هناك بحسب رأيك انفراج يلوح في الأفق؟ ليس هناك انفراج، المعركة انتهت بالحسم لصالح الفريق المطالب بالانفصال، وهذا التطور هو الأخطر في تقديري على المستوى السياسي، لأنه يضع الجميع في حرج كبير جدا، وفي مقدمتهم بطبيعة الحال المملكة العربية السعودية قائدة التحالف. لكن بالنسبة للشق الإنساني هو الأكثر بؤسا، لأن جماعات الانفصال اليوم يقومون بعمليات اعتقال عشوائية واسعة وأعمال تعذيب وتغييب، وهي مهمة ما توقفت منذ 4 سنوات، لكن هذه المرة طبعا يعني الانتقام والقتل المباشر والتصفية على الهوية هو الذي تشهده عدن في هذه المرحلة، بالإضافة إلى ما خلفته الحرب من مآسي أثرت على حياة السكان على مستوى ندرة المواد التموينية وخطورة التحركات في الشوارع وخوف الناس أيضا من الانتقام ومن الاعتقال. كل هذا الأمر حول عدن إلى مدينة أشباح بكل ما تعني الكلمة من معنى، والانتقالي وضع يده على كل المرافق والمؤسسات وبدأ بتشغيلها ليس باسم الدولة اليمنية وإنما باسم المرحلة الجديدة، مرحلة الانفصال عن الدولة اليمنية. وهو الآن تقريبا وضع يده على مقدرات الدولة اليمنية من نقود وعملات صعبة وعملة وطنية، وهذه الأموال سيتصرف بها لحسابه الشخصي ولصالح مشروعه الخاص كما فعل الحوثيون عندما اقتحموا صنعاء بدعم الأطراف ذاتها. ولهذا عدن اليوم منكوبة على كافة المستويات، المشروع الوطني في اليمن منكوب على كافة المستويات، التحالف العربي الآن الرياض هنا السؤال يعني سيد ياسين، الرياض دعت طرفي النزاع إلى عقد اجتماع في السعودية، إلى أي مدى تتوقع أن ينجح هذا الاجتماع في وقف النزاع؟ هذا الاجتماع مرفوض جملة وتفصيلا، لأن اجتماع كهذا هو نفسه يعيد إنتاج اتفاق السلم والشراكة الذي وقعته الأطراف السياسية عندما دخل الحوثيون صنعاء، وثبت مكاسب الحوثيين السياسية بعد أن ثبتوا مكاسبهم العسكرية بقوة السلاح. والسيناريو أعتقد هو نفسه اليوم، بغض النظر عن نوايا المملكة العربية السعودية سيئة أو لم تكن سيئة، أنا في تقديري الشخصي طبعا أنها نوايا تصب أو تلتقي نوعا ما أو بمستوى ما مع نوايا الإمارات، وبالتالي هذا الحوار لا قيمة له لأن الأمور محسومة في عدن، لن يغير من الأمر شيء. الرئيس عبد الرب منصور هادي تحرك مع رئيس وزرائه ونائبه إلى مكة والتقوا بالعاهل السعودي، وكالة الأنباء اليمنية الرسمية قالت إن العاهل السعودي أبدى غضبه ورفضه لما حدث، لكن وكالة الأنباء السعودية لم تقل من هذا الأمر شيء، وبالتالي نحن أمام مرحلة عدم يقين فيما يتعلق بدور المفترض من جانب المملكة العربية السعودية. ولا قيمة لهذا، أعود وأقول من وجهة يعني قطاع واسع من اليمنيين الرافضين لهذا الانقلاب الثاني الذي ينفذ تحت مظلة المجتمع الدولي والتحالف العربي، لا قيمة لأي حوار لأن الهدف في نهاية المطاف هو تثبيت المكاسب العسكرية. إذن كيف سيؤثر توتر المشهد في عدن على المعارك مع ميليشيا الحوثي؟ المعارك مع الميليشيا الحوثي أصبحت معارك انتفائية، فهي مخصصة الآن لحماية المشروع الانفصالي كالمعارك التي تدور في الضالع، ويسخر لها التحالف العربي كل الإمكانيات، ومع ذلك النتائج تبدو متواضعة حتى هذه اللحظة. هناك معارك أيضا على الحدود الشمالية لليمن، وهي معارك تخص الأمن الوطني السعودي وتزود عن الحدود السعودية. أما المعارك التي كان الهدف منها هو إنهاء التواجد الحوثي ومواجهة المد الفارسي كما يقال في الخطاب الإعلامي والسياسي، فقد توقفت تماما وخذل أصحابها ومنع عنهم الدعم وحوربوا وحوصروا. وأعتقد أن التطور اللي حدث في عدن يمثل مرحلة انتكاسة حقيقية لهذه المعركة بمضمونها، بالمضمون الذي يعكس مشروعية تواجد التحالف العربي في اليمن،
وهؤلاء الناس كانوا يقوموا بإيذاء المقاومة الوطنية التي تقاتل في تعز وفي مأرب وفي كل مكان، واليوم سيصبح استخدام عدن حتى لمجرد المرور غير ممكن، لأن السلطات الانفصالية مكلفة بإجهاض مشروع استعادة الدولة في المقام الأول، وهذا ما تبدت ملامحه خلال الفترة الماضية وخلال معركة عدن وما بعد معركة عدن. أخيرا أستاذ ياسين، إنسانيا ما تداعيات تفاقم الوضع الإنساني؟ يعني الأمم المتحدة تحدثت عن 40 قتيلا من جراء المعارك، وأن المحاصرين يعني بدأت مؤنهم بالنفاد. نعم، طبعا أنتم تعلمون أن معركة عدن سبقها تجريف لكل ما له علاقة بالعمل والإنتاج والمتاجر، وهذه الأعمال كلها قطع الخدمات والتموين كان يقوم بها شماليون، تم طردهم من عدن، وهذا سبب أزمة معيشية كبيرة قبل حتى اندلاع المواجهة. بعد اندلاع المواجهة طبعا جرى حرق الكثير من المتاجر الشمالية، وبالتالي تعمقت الأزمة المعيشية. فوق هذا وذاك طبعا هناك ملاحقة واعتقالات وقتل على الهوية، وهذا عمق الأزمة الإنسانية وزاد من حدة الانتهاكات لحقوق الإنسان في عدن أثناء المعارك وما بعد المعارك. لهذا أنا يمكن أن أقول بأن شكرا جزيلا لك من اسطنبول، كاتب والمحلل السياسي اليمني ياسين التميمي.